مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله. إليكم الأحوال الجوية المتوقعة في المملكة العربية السعودية خلال فترة الأسبوع والأيام القادمة بإذن الله. الأحوال الجوية المتوقعة اليوم الأحد: أجواء حارة في معظم مناطق المملكة. الأجواء أو درجات الحرارة المتوقعة في المناطق الشمالية الغربية 38 إلى 25، المناطق الغربية 38 إلى 29، المناطق الجنوبية الغربية أجواء غائمة جزئيا مع سقوط زخات متفرقة من المطر أحيانا 29-19، منطقة الرياض والمنطقة الوسطى أجواء حارة 40 إلى 30، والمناطق الشمالية الشرقية 39 إلى 25، والمنطقة الشرقية 39 إلى 31 درجة مئوية. أيضا يوم الاثنين استمرار الأجواء الحارة في معظم مناطق المملكة وشديدة الحرارة في المناطق الوسطى والمناطق الغربية. الشمالية الغربية الحرارة العظمى المتوقعة 39 والصغرى 35، المناطق الغربية 38-29، المناطق الجنوبية الغربية أجواء غائمة جزئيا مع فرصة لسقوط زخات متفرقة من المطر 30-19، منطقة الرياض والمنطقة الوسطى العظمى بحدود 41 والصغرى 31، المناطق الشمالية الشرقية 40-25، والمنطقة الشرقية أجواء حارة إلى شديدة الحرارة العظمى 42 والصغرى 32 درجة مئوية. يوم الثلاثاء أيضا استمرار الأجواء الحارة في معظم مناطق المملكة. المناطق الشمالية الغربية العظمى المتوقع 40 درجة والصغرى 25، المناطق الغربية 38-29، المناطق الجنوبية الغربية غائمة جزئيا مع سقوط زخات متفرقة من المطر العظمى 30 والصغرى 19، المنطقة الوسطى والرياض 41-30، والمنطقة الشمالية الشرقية 40-25، والمنطقة الشرقية 39-28 درجة مئوية. الأجواء المتوقعة يوم الأربعاء أيضا استمرار الأجواء الحارة في معظم مناطق المملكة. المناطق الشمالية الغربية 39-25، المناطق الغربية 39-29، الجنوبية الغربية أجواء غائمة جزئيا مع فرصة لسقوط زخات متفرقة من المطر 30-19، منطقة الرياض والمنطقة الوسطى أجواء حارة و 41-29، المنطقة الشمالية الشرقية 41-27، والمنطقة الشرقية أيضا 38-27 درجة مئوية. الخميس أيضا استمرار الأجواء الحارة في معظم مناطق المملكة. الشمالية الغربية 39-24، المناطق الغربية 38-29، الجنوبية الغربية 30-19، منطقة الرياض والمنطقة الوسطى 41-31، الشمالية الشرقية 42-29، والمنطقة الشرقية 38-28 درجة مئوية. أجواء المتوقعة يوم الجمعة القادم بإذن الله: أجواء استمرار الأجواء الحارة في المنطقة الشمالية الغربية 40-25، المنطقة الغربية 38-29، والمنطقة الجنوبية الغربية أجواء غائمة جزئيا 30-18، والمنطقة الوسطى والرياض بحدود 41-30 درجة مئوية. المناطق الشمالية الشرقية 43-27 أجواء شديدة الحرارة، والمنطقة الشرقية 39-29 درجة مئوية. مشاهدينا في المملكة العربية السعودية، نتمنى للجميع السلامة وشكرا لمتابعتكم، ونترككم في أمان الله، ولكم تحية من طقس العرب.